يا سلام يا سلام على الطريقة المسيا، على الطريقة المارادونية. محمد صلاح باليسار، أستر يا ستر، شوف متعة الكرة في الزاوية 90. هذا هو محمد صلاح. محمد صلاح، جول 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 جول. هات جمالك، هات جمالك يا محمد، هات، جيب دلالك، جيب دلالك يا صلاح، جيبه، هات. المصري رهيب والله رهيب، ملك السرعة والمراوغات يا محمد، يا صلاح، يا فخر العرب، يا قدام ذهب. شوف الكرة، واجمل صورة باليسار جابها له محمد صلاح، حطها له. ايش هالدلال، ايش هالروعة يا حبيب كل العرب، يا محمد يا صلاح، يا محمد يا صلاح، بدون تعليق الفتى الذهبي للكرة العالمية محمد صلاح. وفرحة يورجن كلوب، يعرف المنظومة ويعرف سر النجاح يمر عبر محمد صلاح. ايش هالليلة يا محمد، ايش هالليلة يا نجم العرب، شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. كلما أعلق المباريات اللي فيها محمد صلاح يرجع لي كل الغرام، غرام السباع وقيمة الحاضر. وهذه كرة تافاريس يرجع لها أرنولد للوريس كاريوس. كوتينو، كرة رائعة، جول جول جول. محمد صلاح، محمد صلاح، صلاح صلاح، كرة جول صلاح. يا سلام يا سلام، راهو محمد الفنان، محمد الرسام، صلاح قائد ليفربول. هدفه الثاني والرابع للليفر الأسرع كان محمد صلاح أمام فيرمينو. مع محمد صلاح يا ولدي لا تتكلم إلا بالنجاح. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. من المقاولون العرب لبازل السويسري، لروما الإيطالي، لفيورنتينا الفيولا، بعد ذلك ليفربول، هو المهول كذلك محمد صلاح. سفر في المضمون بالراس الذهبي يا صلاح، براس الذهبي يا صلاح، 1-0 ولا أروع. هنا قيمة ابن السيساو، حط الكرة لمورينو، مورينو، كوتينيو، كوتينيو يا كوتينيو، بالملي يا كوتينيو، يا مدلعنا يا مشخلعنا يا كوتينيو. 1-0 ليفربول، الأحمر ما يلعبش، الأحمر لونه يخوف، صلاح يضرب، شمايكل يعاين الأضرار، جول الافتتاح للريتس. وجوال ماتي بدا صلاح، جول. يساريها بكل قوة في مرمى نيك بوبي، شوف استلام الكرة والطلب أمام ستيفن وورد، بتسديدة لا ترد من نيك بوبي، يقبل هدف التعادل مطلع دقيقة 30 من الشوط الأول. ردة فعل سريعة من جانب ليفربول والإمضاء لمحمد صلاح، شوف كيفية الترويض، يبعد وبتسديدة أرضية أسبق من وورد وتاركوفسكي، يرجع ليفربول في النتيجة 1-1. يا سلام يا سلام على الطريقة المسيا، على الطريقة المارادونية. محمد صلاح باليسار، أستر يا ستر، شوف متعة الكرة في الزاوية 90. هذا هو محمد صلاح. يصلح حالك يا محمد، كم أسعدت جماهير الليفر وأسعدت الجماهير المصرية والعربية. 3 مباريات و3 أهداف، إيش هالليلة يا محمد، وإيش الأرقام، هي أجمل الأقدام بمعدل خيالي. في بعد ما كان متأخرا، ها هو يعود، وهنا الابتسامة المعهودة والمعروفة على محيى محمد صلاح التي تابعناها ويا ما تكررت في الكالتشيو الإيطالي، ها هي ترتسم الآن. هذه المباراة صنع التفوق العددي في مناطق ماريبار، أرنولد صلاح، جول جول جول.
حياتك في انتظار كل التحركات محمد صلاح. والإشابة لم تتأخر، مطلع الدقيقة الرابعة، عرضية أرنولد وبناء كرة لانزيني الأرجنتيني يرفعها اليو والدفاع خرجها. راح محمد ممتاز في هذا الموسم، كرة وصلت صلاح عند الكرة، يمرر كرة مميزة ترسل عالية صلاح. والهدف الثاني في هذا اللقاء، والهدف الثاني بقميص ليفربول هذا الصغير، لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية بكرة الرأسية وبهدف التعادل يرد على إسلام سليماني ويسجل هدف التعادل لنادي ليفربول. لكن هنا البداية، هو من بدأ الكرة وبعد ذلك مرر، عادت إليه مرة أخرى وبالتالي التمريرة الأخرى آتت من جديد وبهذه الصورة. يا سلام يا سلام يا سلام يا كوتينيو بكرة كانت أجر. هذه الكرة ملعوبة إلى الأمام، محمد صلاح، هدف ثالث، هدف ثالث من محمد صلاح. الفراغ إلى محمد صلاح والتحرك من صلاح السريع جدا ثم القرار السريع والأسرع والهدف الثالث بعد ذلك إلى مصلحة ليفربول. ثلاثة أهداف للريدز، الريدز دائما يؤكد على أنه في المقدمة. سانشيز لاعب مميز جدا، يلعبها أمامية لكن خاطئة. شوف الأخطاء الفردية كثيرة لدى لاعبي بايرن. كرة ملعوبة، ماني السنغالي، ماني، ماني صاحب الهدف، ماني يبحث عن زمير، كرة معه، نزلت الخطوة، يا سلام، كرة ملعوبة، جول، جول. سجل محمد صلاح، سجل 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 المصري وسجل اسمه، سجل اسمه كعاشر لاعب مصري يسجل في مرمى بايرن ميونخ. يا سلام على ماني، يا سلام على المتابعة لمحمد صلاح، هدف ولا أجمل. الله الله على اللعب الجميل من ماني، ولعب بعد ذلك من مورينو، وراسية محمد صلاح يأتي بهدف ثاني. شوف شوف شوف، خلص حارس المرمى، لكن محمد صلاح، شوف المتابعة، هذا اللاعب الهداف محمد صلاح براسه يسجل، يسجل في مرمى بايرن ميونخ، في مرمى بايرن ميونخ. من عمر المباراة النجم عملها، الهداف سجلها، أبو صلاح أعزائي المشاهدين أصبح الآن تعود الكرة إلى لوفرين، خيال أمام كرة لوفرين، وهنا استلام فيرمينيو. الله الله الله، يضعها محمد صلاح ويدون بدايته في البريمير ليج محمد صلاح بكورة رائعة 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 عن طريق فيرمينيو، وقال لمحمد صلاح دون الهدف الأول ودون الانطلاقة الأولى ودون تاريخه السابق. لاعب في أوفنهايم، هذا اللاعب 140 لقاء وسجل 36 هدف، وهدف قادم، هدف قادم، ولكن رائع. هنشوف المتابعة هنا، محمد صلاح في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة ليس هناك رائع، لأن بين الدم عندما سدد محمد صلاح ما كانش متسلل ومحمد جول، وحل محل ولما ممكن، جول 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 يا ابو صلاح، جول يا ابو صلاح، جول يا ابو صلاح، جول يا ابو صلاح، جول جول لابو صلاح. محمد صشي لاحظ هني من البدايه، من البدايه صار الله 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 الله، خلاص ما حد قدامه، سهلات سهلات سهلات، تقدم من وحط الكرة في مرمى بيتر. كرة لانزيني الأرجنتيني يرفعها اليو والدفاع خرجها. راح محمد صلاح وانطلق ساديو ماني، ماني وصلاح، ماني راح، ماني راح، ماني زود، ماني وصلاح، كرة خطيرة، ماني 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 صلاح، با 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 جول. انطلق الصاروخان
السهمان انطلق الصانية ومحمد صلاح جول. لعبة ثنائية من أروع ما يكون. صعد وينستون رايد وصعد الشيخ كواتي وصعد أنجيلو أوغبونا وترك السهمان محمد صلاح وساديو ماني. الثنائي ثنائي الرادس ينطلق في ثنائية رائعة جدا. ساديو ماني من حوالي 70 متر انطلق الثنائي بل أكثر. محمد صلاح مع ساديو ماني سرعة فائقة وكأنهما سهمان ينطلقان. لحق فيرمينو اللي هناك التمريرة من ساديو ماني لمحمد حتى بيسرى جول هدفه السادس هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز من أمام الحارس جوارت عند الدقيقة 21 فعل محمد صلاح جول. هدف يفتح الشهية وهدف يخلي المباراة أفضل. هدف يخرج فريق ويستهام. ليفربول يفتح مجال التسجيل. سرعة فائقة في الانطلاق وسرعة فائقة في الأداء. ماني سقط ونهض عنده الكرة إلى بالي محمد صلاح استلمها صلاح وجول جول جول وجول جول محمد صلاح. محمد صلاح قطعها حلوة قوي وسدد والكرة تنتقل في اللاعب كاير وهدف للمصري محمد صلاح. وسجل الهدف الثالث لمصلحة يا سلام يا سلام الانطلاقة والانفراد هالمرة حطها صح. قبل قليل انفرد الشوط الأول الفرص أتت لكن الآن المجهود الكبير والانفراد الحقيقي وجها لوجه مع حارس عملاق اللي هو بيتر تشيك ونظر العريق العريق ليفربول هدف أول إذن وليفربول بعد ما كان متأخرا ها هو يعود وهنا الابتسامة المعهودة والمعروفة على محيى محمد صلاح التي تابعناها ويا ما تكررت في الكالتشيو الإيطالي ها هي ترتسم الآن في البريمير ليج يا محمد صلاح. هدف طال انتظاره وهنا صرخة بل أزير الدك الأول في البريمير ليج يا محمد صلاح. تمريرة ما أجملها عن طريق لوفرين والكرة باحثة عن الشباك والمتابعة الرائعة من محمد صلاح. إذا يدون هدف الأول في هذه المباراة وهدف الأول مع العريق العريق ليفربول هدف أول إذا وليفربول. دول دول هذه كراتك في انتظار كل التحركات محمد صلاح والإشابة لم تتأخر. مطلع الدقيقة الرابعة عرضية ترنولد وبناء هرب من فخ التسلل. ايوه ماني وبابا صلاح بابا جول يا سلام.